راح نسوي سندويتشات. طلعنا لحم وبطاطا. من التورتيا. اوكي. خليها فوق التشيز. حطينا تشيز. حركها شوي. نشيلها. يا سلام. نجي. نقيس اللحم. هذا الفخذ اللي جبناه من كاسكو. خلينا وياه بطاطا. بصل. اوكي. وثوم. هسه راح نخلي كاتشب مايونيز. ها نخلي التورتيا هنا نحميها. بس تعرفون دائما المصور من يجي يمك ينسى ولفها. ولفها. تعلمني هالنوب. اي با. لا يعني انا قاعد اقول لهم ولفها. لبسنا لبست ملابس السباحة من هسه حتى وعد لبست الشورت بس التيشيرت. هلا لبست والأولاد. تعيب علي جديد. جديد. وين؟ آه. أو شيء ما شلتيه. لا عشان تبين جديد قدام الناس. وبدينا البلوج وياكم قبل أن نبدأ مشوارنا هذا الخطير الجميل. شنو لازم يسوون؟ أول شيء قلوا شاركوا بالقناة وسووا لايك وشيروا الفيديو بين أحبابكم. ويلا خلينا نبدأ هذا الفيديو. وقبل لا نروح خليني أسألكم، متحمسين حبايب؟ شوفوا هنا منو عندنا. أحلى شيء إيلاني أول مرة يجي ساكت مشوف ملابس جديدة ونقول له بيتش بيتش وقاعد يقول خلنا نشوف شنو هو البيتش بيتش. فتشوفونه هادي إذا ما نزعه كل مرة بعد شو مرة أشوف. عنده مشكلة مع الحذاء، اشتريت لهم أحذية تكون عادي يعني يسبحون بيها بالماء ضد الماء، فإن شاء الله ما ينزع بالبحر. خلينا نشوف. ما جبنا لهذا مالك شنو؟ أوه قلت لك نروح الفايف بلو. هذا هنا الفايف بلو. صدق؟ يلا كنا نريد نروح على مود اشتري له هذا ال شو يسمونه؟ اللي يحط اللي يلبسه على مود تيوب. ايه. انا اخر مره رحت شفته بفايف بلو فقلت هسه ما لي خلق نروح ندور وين نروح تارجت مال مال. انا شفته هناك خلينا نروح له. صدق والله تذكرت. صار ورانا لازم لا والله. خليني اشوف الان. انا اذكركم حبايبي راح اشوف انا على جوجل جوجلت اذا اكو يمنا واحد ولا لا. هذا المحل اللي هو 5 دولارات واقل انا نزلت بروحي على السريع راح اروح اشتري لو اجي. تعالوا معي. طبعا ما اعرف ليش قاصينه بالنص قياسه صاير بس هذا هو مرتين وما اعرف الصراحه وين مودينا مغيرين الاماكن كل شيء. فخلينا ندور وين حاطينه. جست ميك مي كونفيوز الصراحه. اوكي هذا هو ما باقي شيء من عنده، باقي بس هاي بينك. هسه ما راح يعجبهم الاولاد شلون اجيبه بينك لانه إيلاني ولد. اوكي اللي صاير انه هو قاصينه بالنص اوكي بس هنا في الغراض وحاطين هاي الغراض كلها هناك. فقلت لها بليز شوفي لي واحد ثاني لون غير اللون هذا. هنشوف حصلت ولا لا. اشتريت لاني رحت للسياره سالتهم ورجعت تليفون بالسياره نسيته فقالوا لي جيبي ما عندنا حد فجبته. وقربنا نوصل وشوفوا الازدحام والسبب. انا اقول لكم ليش السبب، لان هذا اليوم اول يوم ينفتح فيها البيتشات يعني البحر يفتحونه. بيتش جمعها بيتش بيتشات بالعربي اللي هو باكر ميموريال داي بامريكا. فبهذا الميموريال داي ميشيغان يفتحون البحر البحيرات عشان الناس تسبح. لذلك راح تشوف والجو حلو بالله. ان شاء الله ترقبوا حبايبي ان شاء الله فيديوهات جميله عن اماكن جميله بميشيغان. كل اسبوع اتليست مكان واحد. ليش فلوس. بحر لا بفلوس ولا شيء. نروح ذبنا هنا بالبحر وخلاص نطبطب ونرجع. قوني. اوكي حبايبي دخلنا. سعر الدخلة للبيتش لليوم الواحد 10 دولار 10 دولارات او تحبي تاخذون السنوية. صراحة ما سألناهم مش قد السنوية عشان قلت لكم الصراحة. المهم عنوان البيتش انا حطيت لكم اياه على
الفيديو راح تشوفونه هسه او قبلها انا مخليت لكم اياه، او تشوفونه تحت بصندوق الوصف تحت هذا الفيديو عشان تسوي له كوبي بيست للتليفون. واو شوفوا الباركينج يزن. اول سؤال كان يقول شلون راح نحصل باركينج، شوفوا ما شاء الله. طبعا كل البيتشات هسه راح تكون نفس الشيء. هاي طلعنا من السياره. نعم ماما تريد مثل هاي اشتري لك يزن كار. ايش معنى ان نختارها لك؟ نسينا شغله اللي هي. نعم ماما اوكي ان شاء الله اشتري لك اياها تومورو. نسينا الشيء يسمونه العربان الحمراء مالتنا نحط بها الغراب كلها. شوفوا الناس طالعين برا، هنا الشوي وهنا قاعدين كل مكان كل مكان ما شاء الله. وصلنا بس عشان اوريكم، شوفوا ما شاء الله الناس جايه. الحلو بهذا البيج انه في بيج وفي هنا كراميل، هنا حديقه وهناك سناك حديقه يسوون الشوي، هنا العاب. شوفوا خلنا نصور لكم اعلان. شوفنا فياي يا وين قاعد. خلينا غراضنا هنا. طبعا اذا جايين من وقت مثلنا لازم تجيبون مظله. احنا عندنا مظله بعد ما جبناها نسينا هسه، بس قبل لا يروحون خلنا نخليهم سن بلوك لا يحترقون. طبعا عندنا ايلان مستغرب على الوضع، وعد خطيه مبتلش شنو ينفخه حق ايلان. مسدود هذا الجو وشلع القلب والله. وايلان بعده شوفوا هنا ايانو يزن خلاص راحه وعلى البحر. وشوفوا المكان ايش قد حلو. شوفوا هنا البلاي جراوند اريا قعدنا احنا يمها. وجايبت له الشوز مال ماي حتى ما ينزع نزع. طبعا هذا اللبس مال ايلان جبته من بات. شلون راح تجي لهناك؟ يا عمري يو لايك كام لك؟ اوكي لا ما شفته بالساعة شو كان يريد يحضنه. كامو كم ان سي هاي. كامو سي هاي. عجب عليها شنو يريد يشيلها يابا؟ لقى مخلوق على مقياسه. قل لك هات اخذه وياي للبيت. اوكي اول شيء راح نسوي راح ناكل. شنو تريدين ولا ما تريدين؟ مو اعطيتنيها ليش قمت اخذتها من عندي؟ بالي ما تريدين. لحظه انا قاعد اقول لهم اول شيء قاعد ناكل وبعدين شفتك اخذتها مني ليش؟ سمعت انا قلتي ما تريدين. لا خي افتحها لك ها اشوفها خف خربت. ما يخالف عضها. الطريق مو ما اريدك. لازم تتاكد انها امنه قبل. الله خضرة خضرة آمنة. والله ذكرتيني بآمنة. لا والله منو آمنة هاي؟ منطقة آمنة. شوفوا ايش قد حلو، شيء بسيط الواحد يجيب سندويتشات ياكل ويسبح، صح ولا لا؟ في من عندهم يجيبون مشاوي وهاي. هي هم حلوة المشاوي بس إذا يوميا الواحد يريد يطلع. تحتار بالمشاوي؟ تحتار بالمشاوي. لازم هي مرات من واحد يطلع عندك واحد شخص هو يحب يشوي. هذا صح. هسه اجى الوقت ان نروح للبحر. بعد ارسل ايلان مستغرب. يلا ليتس جو ليتس جو. تعال على الماي. واو شو الماي بارد والجو حار. شو هاي الك صارت؟ صارت حق ارسلان. يلا مور ديب. يعني شوفوا دخلت بالماي انا والجنطه مالتي على مود خاله فيها التليفون والكاميرا حتى اصور لكم. هناك ايان ويزن. ارسلان تعرف تسبح؟ شو مي You know how to swim? Show me. Like this you swim? قاعد يسبح لكم شوفوا. شوفوا الأجواء الجميلة هنا بالبحر. شوفوا شنو اكو هناك زحليقة كلش كبيرة. شوفوا هاي قربت لكم اياها. بعد شوي نفس الووتر بارك الصغيرة اكو هناك. سو اكو ووتر بارك.
واكو بحر واكو هنا بلاي جراوند اريا. هلا زوزو. شوفوا شوفوا بس اقول لكم فلوسها على قلبها. يا معودة عي فيها لا فلوسي. هسه راح تروحين هسه ترى اكو حفر راسها تغطين. اي بعدين اي طلعت من الماء. شنو هاي؟ هاي خنفسانة قاعد يقمص. صورهم وين أرجع إيلان؟ هنا إيلاني قاعد يلعب. He's playing with his friend. بقى لأصحاب. هاي زوزو. وهاي أنا. معكم زهرة زوزو الملقبة. تعال قاعد أحكي يعني إيش قلبي؟ إيه أحكي ما يخالف. يعني قاعد. ما يصير هي. وهسة ما أدري. وهسه لازم أصور المصور. شوفوا شنو لابس مايوه السباحة. غير تنزع نشوف عضلاتك سكس باك. انا بديك المرة نزعت كلهم طاحوا ما عليهم. فانت خايف؟ ما ادري انا ما ادري من ريحة باطات. ما ادري من ريحة عضلات. لا 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 من جمالك. يمكن من جمالك. خايف يعني خايف. شوفون شنو هاي جسم ما ادري هذاك اليوم يعني. جبتكم قريب حق الووتر بارك الموجودة هنا والسلايد الكبير وهذه أسعارهم. اللي أطول من 42 إنش رح يكون $7، أقل من 42 إنش $6، 30 إنش وأقل بلاش. هذه أسعارهم. هذا النسر قبل شوي وقف قلبنا، ظلينا ندور عليه ندور عليه ندور عليه وضاع قلبنا وقف. وين كان؟ شوفوا هذا الشارع منه كان هناك آخر شيء. يعني أنا أول 5 دقائق قلت يلا عادي رح ألقاه، بس بعدين من ما لقيناش صار بينا أيز. نقول يقول لكم يزن شوية وكنت راح أبكي. وأيان kind of بس صدق يعني سويت بينا أرسلان. Why you go we have been looking for you. وفيديو طبعا الشغله الثانيه نسينا اللي هي العاب ليلان. اذا ما حب من البحر حب يشوف وين الناس عندهم العاب يقعد وياهم ويلعب. شفتوا هذه المره الثانيه راح اجيبها عشان اتمدد فيها وانام بالبحر. وهذا اكيد الشخص ما تعرفونه اللي سوى الحركات. يعني ما شاء الله الاولاد لازم عيننا 24 ساعه عليهم. غفله وحده ثواني راح، يعني مثل ما صار قبل شوي مع أرسلان. فلازم هسه قسمنا أنا عيني على أرسلان ووعد عيني على إيلان. هو ما قاعد يسمع شنو أنا قاعد أقول. المهم كان يسوي حركات. وإجينا نلعب هنا الأولاد أرسلان وإيلان. هذا أرسلان كان تشوفونه صاروا ما شاء الله سمر. أنا أخذ بريك روح استريح. الله يساعدك. تعالي البحر خليه هناك احسن. وهكذا قرر وعد سبب شرائه للمسبح. لا والله تجي هنا لا تقدر تسبح. كاف هذا وهذا شارك ونقول لكم شنو صار. بس شلت عيني من ارسلان اختفى. قلت لهم اختفى. تعرفون يعني يمكن 5 دقائق 10 دقائق احنا ندور عليه وين هناك. أمزين كاضي 2 بنات وولد قاعد أشوفهم. والله راح قلبي الحمد لله. عينك عليهم. يلا يلا أقول زوزو عينك عليهم. أبغى هيك عينها علي. هسه أنت تخافين علي هاي كافي الكلاوات. والله هسه من حبي لك عينك عليهم لا يضيعون ولا يتلطمين. هلو يا سلايد. This is not slide. Yeah. Bravo! مساعة طاح طيحة من فوق لا تحت. أوريكم
مع اني حاطت لهم سان بلوك عشان تشوفون شوف الفرق. 1 2 3 جاهزين؟ شوف كلنا طبعا صرنا بهذا الطريقه. بس انت شلون وريني يا سلام. شوف ايش قد ابيض صرت. اي انا اشقر حتى عيوني بغيرت. نو يزن يزن منا بنطرونك. ماكو. انا يلا 1 2 3 الله شوف البياض. هاي خلصنا لمينا غراضنا ورايحين. اجينا تقريبا الساعة 4:15 وهسه طالعين على الساعة 7:45. خلصنا وهذا المنظر الأخير. قربنا نوصل للسيارة. قاعد ناكل هذا حبايبنا كلش كلش طيب. جبته من تربة عدس سميناه. لأنه هو من عدس. وبطاطا جبناه من تريدر جونز. المهم الفيديو اللي قبل هذا نزل سويت لكم جولة بهذا المكان وبأشياء كثير حلوة فروحوا شوفوه. فلوسي خلصت هنا. نعم. على حبايبنا. لازم يكون هيك حماسي. شنو هلا حبايبنا؟ هلا حبايبنا. صرعت اذاناتي والله. كنا سكر عشان تسمعون. وصلنا حبايبي احنا وياكم للنهاية. هلا هلا. البلوج مالتنا خلاص استمتعتوا بهذا المكان. واذا مكان جديد اول مرة انتم شفتوه وراح تروحون عليه كتبوا لنا تحت بالتعليقات ان ايه ان شاء الله راح نروح عليه. حتى نروح نشوفه. حتى نروح نشوفكم. اوكي حبايبي انتظرونا بفيديوهات ثانية ان شاء الله راح تكون اماكن كلش حلوة بميشيغان. فاللي ساكن في ميشيغان خلي يشارك هذا الفيديو بين احبابه واصحابه علشان يتعرفون على الاماكن الحلوة. واذا انتم ما ساكنين في ميشيغان حابين جايين فتابعوا قناتنا لان راح انزل كل اماكن الحلوه بمشيغان. واذا انتم ما جايين على مشيغان او شيء بس تابعونا عشان تستمتعون بالمناظر الخلابه في مشيغان. اشوفكم على خير. حاب تقولون شيء؟ تحياتي. باي باي. انجوي ذا وذر. هسه الوذر كلش اترجم تقول استمتعوا بالطقس الجميل. هسه الطقس كله جميل. المترجم الجديد. باي باي.